السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. كان سألني أخ قال لي أنهي نوع فلاكس أنضف؟ تمام، أنا جربت الأنواع دي كلها، أنا جربت النوع ده، يعني عشان مثلا تشتغل فلاشة أو رامة أو أي حاجة سطحية لازم يلزمك فلاكس يكون نوع نظيف. تمام، أنا جربت النوع ده وجربت المصري وجربت الصيني وجربت الفلاكس اللي هو الرهجنة العادية. أقوى نوع جبته في حياتي وطلع نوع بسم الله ما شاء الله جميل جدا النوع ده. أنا مش هكون عاوز مش عاوز أبين اسمه عشان طبعا دعاية والكلام ده، أنا ما بعملش دعاية ولا حاجة. ده المنتج ده أمريكي، تمام، المنتج ده أمريكي، نوع جميل جدا جدا وملوش حل. هنجرب كده قدامكم، أنا فضيت هنا، فضيت واحدة قبل كده هنا، ده شكله اهو. تمام، هنجرب نشتغل في سيل فلاش كده ونركبه تاني. مادة جميلة جدا، حتى لو انت بتلحم سلوك يعني مثلا سيل كده ده، ركز كده الاول، لو جيت انا الحمه لو جيت انا الحمه مثلا كده عمره ما هيمسك. تمام، طيب لو جيت الحمو بالرجينة، تمام، لو جيت الحم هيتأخر معاك على ملح. طيب جنب التاني اهو، حطه كده في المادة دي ونجرب الحم كده. تمام، في ثانية القصدير، مش شرط ايه اللي انا السلك، مش شرط اللي انا احط عليه القصدير وبطنه بالقصدير، لا بسم الله ما شاء الله المادة دي اهو هو سحب من البوردة نفسها. تمام، طيب عشان الحم السلك كده مش هينفع، يا اما ابطنه الاول كده بقصدير. تمام، طبعا القصدير بقى غالي النهار دلوقتي، الاسعار بقت ما شاء الله. طيب الانبوبة ديت مش غالية، هتوفر لك قصدير كتير جدا وفي نفس الوقت هتلحم معاك جميل جدا. يعني نجي نجرب كده نشتري اسيل فلاش، تمام، بالماده دي. وعشان لو انت حطيت زياده ولا حاجه عايز تنضف البورده بشويه بنزين او شويه تنر او اي حاجه بينضف ما شاء الله معاك جدا. نفتح كده الهوت، تمام، الماده ما بتسيحش بسرعه، يعني بتقعد معاك قدر الامكان احسن من الهراجينه واحسن من الانواع التانية. تمام، طبعا انا محدد الحرارة عشان ما اضرش الاي سي، يعني هخلي الحرارة على قد كده، لا شديدة قوي ولا ضعيفة قوي. اهو قبل الاي سي، بص كده مكان الاي سي، الأصدر بيلمع ازاي اكنه يعني لسه جديد نوف. ليه؟ لان الماده ديت ما شاء الله بتساعد في اللحام جدا جدا جدا. تمام، هتركب الاي سي تاني، اقصده ايه اللي هو يعني بيعيش معاك في البوردر، مش كل شويه مثلا احط منه، لا ده هو مره واحده بس كافيه ان هي تشتغل فلاش وتركبه تاني. تمام، انا كده ركبت، هجيب بقى اي مادة، تمام، شايفين منظر الاسي بعد ما ركب تاني، ولا كان مش شرم البط اللحم عامل ازاي، جميل جدا 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 جدا. تمام، صراحة والله العظيم مش عاوز مش حد جبرنا على حلفان، ده انضف مادة جبتها. هقول لك تجيبها منين، هتخش على اي محل الموبايلات اللي هو بيبيع قطع غيار الموبايلات، الشاشات والحاجات دي، تمام، او اي قطع غيار بتاع الموبايلات، قول له عاوز فلاكس نضيف الامريكي النوع ده، اقسم بالله انا ما لقيت انضف منه لحد دلوقتي، ومش غاليه، مش عاوز اقول اسعار عشان اسعار ممنوعه، بس هي مش غاليه 20 جنيه والله ما تستاهل عمالة. والسرنجه بسم الله ما شاء الله مليانه كتير جدا يعني، تمام، وهتقعد معاك كتير جدا جدا جدا. نوري طريقة اللحمة ايه، نتيجة اللحم قدامك ايه، بسم الله ما شاء الله
روعة، ولكن الاي سي شال، ولكنه شال خلاص من مكانه. تمام، يعني مجرد ما تغسل باي بنزين او تمر او اي شيء هتلاقي الاي سي قدامك لينك ولكنه شال. اهو هحاول اقربها لكم اكتر. تمام، اهو شايفين طلعت اللحام بتاعته، بسم الله ما شاء الله، سريع ونضيف ومبطلش من برده بسرعه. الانواع التانية بقى اللي زي ديت، والله العظيم انا جربت كذا نوع، ما خليتش نوع ما جربتوش. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.